معنا المحامي والكاتب والروائي ألكسندر نجار، كاتب قاموس عاشق لبنان. أهلا فيك ألكسندر، أهلا شرفتنا. أنت يعني أين موجود بين هذين الرأيين؟ أنت ترى مستقبلا للبنان بعد هذا الانفجار، أو الانفجار أعاد نظرتك إلى مكان آخر؟ لا، ما في شك أنه كانت ضربة كبيرة للبنان ولمدينة بيروت، وبعتقد بتاريخ لبنان ما حدث فاجعة مثل هيدي. بطبيعة الحال أثرت فينا كتير وخلقت عند اللبنانيين بشكل عام نوع من إحباط، وخصوصاً أنه تزامنت هالشغلة مع أزمة اقتصادية كمان خانقة، وبتشوفي عند الشباب حسوا أنه ما عاد في أفق، وكأنه أجت كمان هالفاجعة كمان مثل ضرب القاضي. ولكن نحن بلبنان دايماً كان عنا هالعزم والروح المقاومة فينا، وبعتقد أنه هالشي لازم يقوينا. يعني نحن صحيح أنه ضربة كبيرة، ولكن نحن لازم يضل عنا هالعزم أولاً لنعرف الحقيقة، لأنه أنا دايماً بقول أنه الحقيقة هي حق وواجب، ونحن كل الضحايا وأهل الضحايا نحن واجبنا نقول لهم شو حصل الحقيقة، يعني مين وراء هالشي، شو مين المسؤول عن ما حدث. وبنفس الوقت نحن مصممين على أنه نبقى بهالبلد ونرجع ننهض فيه من جديد من الأنقاض اللي هو موجود فيها هلأ، لأنه هالبلد ما بيموت ونحن ما بدنا إياه يموت. ونحن بعتقد جيلنا اللي عاش الحرب وطلع من هالحرب، بعتقد هالتجربة الجديدة كمان لازم نطلع منها، لازم يضل عنا عزم وأمل وما نستسلم. يعني أنت ترى أن هناك مستقبل بعد باقي للشباب بلبنان، وأنت كاتب أيضا عن الهجرة التي تصيب بلدان، والآن عم نرى أنه هذه الهجرة تتكرر بلبنان، يعني عائلات تغادر، الشباب يبحثون عن أي فرصة عمل خارج لبنان. أليس هيدا تراجع لدور لبنان بالمنطقة، لفكرة لبنان؟ للأسف يعني لبنان بالزمان كان هو يستقطب كل مستثمرين بالعالم، خصوصا اخواننا بالعالم العربي، وهلا بتشوفيهم حتى الاطباء عم بيروحوا مثلا على العراق على بلدان اخرى ليشتغلوا. والهجره اكيد خصوصا الشباب، خصوصا انا من زملائي المحامين، يعني في كثير عم بيتركوا هلا، اكيد ما بينلاموا، وبعدين بدو يفتشوا عن لقمه عيش. وانا يعني دائما باخذ مثل جبران خليل جبران الكاتب اللي قاعد عايش بامريكا وخدم لبنان من الخارج اكثر بركه من لولا بقي بلبنان، وكان أحسن سفير للثقافة اللبنانية. أنا بفهم هالشي، ولكن يعني هالمفارقة أنه عنا سفراء كتير بالخارج ولكن بلبنان صحيح عم تتراجع، صحيح أنا هيدا تتغير الصورة. هالشي بيأسفني، ولكن هيدا بتمنى أنه هتكون هالشي من جهة يكون مرحلة، ومن جهة تانية أنه محل ما يكون اللبناني يخدم، يضل يخدم بلده من محل ما هو. يعني اللي موجود بالخليج بيقدر يا عن طريق مساعدة العائلة، ولا يساعد بمشاريع للشباب بلبنان، دايما يكون عندهم هالوعي والحب للبنان. يعني حتى بالخارج قادرين يكفوا يتواصلوا مع لبنان ويساعدوه لبين ما تتحسن الأوضاع ويرجعوا لهالبلد ويرجعوا يدعموه من الداخل. ولكن كمان مفروض يكون في ناس بالداخل كمان، لأنه هالسفينة إذا غادروها كل الركاب لمين بدنا نتركها؟ هيدا هو التحدي يمكن هلأ. أكيد. بدي أسألك بقاموس عاشق لبنان، يلي كان كتاب أنت قلت عم بحكي فيه عن هذه الروح التي شكلت لبنان. هذه الروح نحن لبنان مهدد إنه يفقدها بالفعل، يعني بعد هالانفجار، بعد تتالي المآسي بلبنان. عندك أنت هاجس إنه لبنان يتغير وجهه، يتغير دوره بالمنطقة؟ لازم نضل واعيين على هالشي. معك حق إنه في خطر أكيد أكيد على مش بس مستقبل لبنان، حتى هوية لبنان. ونحن بدنا نكون واعيين، والحمد لله بعد في كتير يعني لبنانيين أصيلين بهمهم وجود بلدهم ومستقبله، وعم بيناضلوا لهالشي. وبنشوف الشعب يعني بشكل عام يعني طفح الكيل، يعني ما عاد يقدر يستمر مع هالطبقة السياسية الفاسدة اللي وصلتنا لهون. فنحن بنتأمل انه يعني مفروض نضل عنا هالأمل وهالعزم، ونحن نكون حريصين على شيء وبنفس الوقت واعيين على المخاطر. يعني ما انا كمان ضد اللي بضل متفائل بطريقة يعني من دون وعي، لا، نحن متفائلين، ولكن كمان
جادين بمحاولة النهوض بهالشيء، وأنا من موقعي يعني إن كان كمحامي أو ككاتب يعني عم حاول كمان مع عدد كبير من الأصدقاء والمواطنين أنه نقدر نشتغل لهالشيء، نخلي لبنان اللي منحبه نرجع نرجع لبنان مثل ما هو. لأنه الحقيقة إذا بتشوف المقومات يعني تبع لبنان، إنه بلد صغير بالنتيجة وشعب قليل، ولكن بعد عنده ثروة كتير كبيرة من ناحية إن كان الدماغ يعني الفكر، وحتى يعني بالثورته الطبيعية ولا الأثار ولا كل هالمسائل هيدي اللي بتشكل يعني قوة للبنان. ولكن بدك مين يحطه على السكة، يعني يقدر يرجع يحط لبنان على السكة بعيدا عن هالجو الفساد اللي فعلا وصلنا لكارثة اقتصادية.